عماد. طبعا عماد ليس هو اسمه الحقيقي، هو اسم حركي، وايضا لن يظهر بصورته احتراما لرغبته الشخصية. عماد احكي لي حكايتك ايه؟ حكايتي انا كنت طفل 5 سنين، فكنا عندنا سيدنا في زيارة وكنت تعبان شوية، فدخلت في أوضة عشان ارتاح من السخنية وكده، فكان عندهم شاب في كلية كبير، فدخل وتعرض لحالة اغتصاب، وانا ما كنتش اعرف ايه هو الموضوع اصلا، يعني اتعامل وخلص ومشي وانا مش فاهم ايه الموضوع. قعدت فترة على كده 5 سنين ولا اعرف حاجة ولا كنت دخلت مدرسة اصلا، لحد ما عرفوا في البيت، فكده ما يتعملش تاني وكده، برضو يعني خايفين طبعا، ما عرفهمش هم مجمع علي. انا انت مين اللي اغتصبك؟ اخو جوز اختي. اخو جوز اختك وبعدين؟ فبطلت اروح هناك وما روحتش. كان سنه قد ايه؟ كان سنه حوالي 23 24. 24 سنة وانت كان سنك 5 سنوات. انت النهاردة عندك كم سنة؟ 37 سنة. جيت بعدها ما بقتش اروح هناك، كان في برضه شاب جارنا في كلية، ف بقى تعالى معايا نصطاد، تعالى ما مش عارف ايه، جيب حاجة ساقعة، جيب بسكوتات، تعالى اطلع معايا اقعد شوية في البيت مش عارف ايه. ده فضل فترة بقى كل يوم وانا برضه مش عارف ايه الموضوع يعني. فكنت خايف اتكلم يعني، كان هتتكلم هتقول لحد هعمل واسوي فيه مش عارف ايه الكلام ده، كنت خايف اتكلم، كنت خايف. فكانت هي دي البدايه، فحاولت اغير كتير يعني كنت كل ما بدي بيا الدنيا اقعد اصلي والتزم في الجامعه شويه، وفكرت اتجوز على طول، قلت عشان ابدا الموضوع دوت، وحصل قعدت 6 سنين جواز. اتجوزت؟ خلفت ولد في اعدادي حاليا، بس انفصلنا يعني لما كمل 6 سنين، وبرضه ما ارتحتش في الجواز. المشكله ان انا كل ما ابعد عن الموضوع ده بحس ان انا محتاج، بس بقعد فتره كبيره يعني، وبحاول بالصلاه وكده ومش عارف ايه، وغصب عني بلاقي نفسي ملت الموضوع ده. قعدت فتره وجربت تاني الجواز برضه، يعني 3 مرات بالظبط جربت ومفيش حاجه. اتجوزت 3 مرات وانجبت منهم مره واحده. طفل في عنده تلت اعدادي. يعني هي اكتر كانت فتره استمر يعني، باقي كله ما استمرش، سنتين سنه كده، هي دي اللي كانت 6 سنين. فحاولت ابعد كتير، كل ما ابعد ما اعرفش يعني، من درجة كذا مرة فكرت في الانتحار، وكذا مرة مش فكرت، انتحرت بمعنى صح. وفي عمر يعني، مرة اتلحقت في المستشفى، مرة كانت الأوتار واتلحقت وكده، ما مش عارف أعمل إيه والله. حتى تعرفت بفئة كده لقيتهم هيجروني، ما حبيتش الموضوع ده، ما حبيتش أمشي في الشارع زيهم، ما حبيتش أمشي شبههم، ما حبيتش أبقى الناس تتكلم ألفاظ بذيئة مش عارف إيه الكلام ده، حاسس إن أنا مش حابب الموضوع أصلا يعني، مش عايزه. بس ما اعرفش ايه اللي بيحصل يعني، بلتزم شويه وغصب عني بلاقي نفسي لازم افكر في الموضوع ده. هل تحولت لانسان بيدور على اي حد يمارس معاه هذه العلاقه؟ لا، كان في فتره وانا ماشي معاهم، في فتره وانا ماشي مع الشله دي ما كانتش فارقه معاهم، لان ده كان يقول لك انا اخويا اللي خلاني كده. النهار ما يجوا يتكلموا معايا في البيت، يجي يكلمني اخويا اقول له انت عايز مني، مش انت السبب، مش عارف. فكانت كل بالنسبه لهم كل حاجه عادي. ايه الشله دي؟ اشرح لي اكتر. يعني شله تعامل مثل شله جي زي ما بيقولوا حضرتك. شله ايه؟ تعامل مثل جي، شله جي. الشله دي كلها زي بعضها؟ زي بعضها، كانوا بيتجمعوا لهم اماكن معينه. بيتجمعوا فين؟ في كافيتريات معينه مش عارف ايه حضرتك. في يوم اللي عليهم عارفينه وبيشغلوهم كده، وفي يوم اللي بينزلوا من البيت اصلا لابسين لبس حريم عشان يشتغلوا كده ومش عارف ايه. فكان بالنسبة لهم عادي، ما عارفة وعادي، بس أنا ما حبيتش الموضوع، ما حبيتش أندمج معاهم يعني، ما كنتش نفسي شبههم أصلا. وأنت عملت ده قبل كده؟ لبست حريمي قبل كده؟ لا عمري. طب
طب ودولت لما يعني ايه اللي وصلهم لهذه المرحله؟ يعني انت بتقول انت اغتصبوك في سن 5 سنوات، طب هم حالتهم ايه؟ هم حالتهم كل اللي بيحكي وكل اللي اتقال قدامي ان كله اغتصاب. انا ما شفتش يعني، انا يعني لحد الان اللي عرفته منهم اللي شفته ما شفتش حد على كبر او حد بمزاجه او حد له رغبه او يتمنى. يعني عز اللي كان مش بيهم حد فيهم واللبس والميك اب وتبقى والدته عارفه وبيتعامل مع صديقين بفلوس والكلام ده، وكان جواه يقول لك انا ما كانش نفسي ابقى كده، كان نفسي ابقى انسان طبيعي، كان نفسي اتجوز، كان نفسي اخلف، كان نفسي. كلهم اللي تعرض لحادثه اغتصاب من اخوه ومن ابن عمه ومن ابن عمته ومش عارف ايه، كلهم من الصغر، ما شفتش حد اصلا على كبر الموضوع ده اساسا. طيب فيما يخص اسرتك انت، ابنك علاقتك بيه شكلها ايه؟ ابنك يعرف انك انت كده؟ لا طبعا ما يعرفش. طب انت تزوجت 3 مرات، 3 مرات فصلت، يعني الفشل في الزواج ايه؟ هل اللي هم عرفوا انك انت كده؟ لا انا بالعكس، انا فيش ولا واحده عرفت ان انا كده، بس لا لاسباب عائليه، يعني مشاكل عائليه، يعني انا بقعد في بيت العيله اصلا. وانت عمري ما بسبب الموضوع ده وحد اكتشف. كنت تفضل العلاقات المثليه عن علاقات الزواج مع المراه؟ هو جه وقت علي حضرتك تفضل. انت مصاب بالايدز مظبوط؟ جالك ازاي الايدز؟ اكيد جالي من العلاقات دي طبعا، بس هو انا اكتشفتهوش غير في شهر 5 اللي فات يعني. يعني انا مصاب بقالي 1.5 سنة واكتشفته برضو من نفس الناس دي، لان نفس الناس ديت اصلا كانت بتتابع في جمعيات وكده بتروح، فتعالى معانا حل المرة، رحت احل اكتشفت ان انا مصاب. عملت ايه؟ يعني انهارت وبرضه فكرت في الانتحار وكده، وبقيت اتابع واخد علاج شهري، بس يعني ما فيش امل. انا كل الحالات اللي بروح اشوفها بشوفها تاخد لها فتره معينه وتموت، بس كنت بحلم ان ربنا يكرمني ويشفيني يعني، واطلع حجه وعمره، ومش عايز احتك بناس. انا قلت مش هحتك بناس تاني نهائي اصلا، بس ربنا يكرمني بيها بس، ومش عايز حاجه من الدنيا. مش شرط بقى ان انا مش فاهم، لان انا عارف ان هو ملوش شفاء اصلا، هو مساله وقت مش اكتر، بس يعني كان نفسي اكتب له اجي ليه كده يعني، تبقى نصوحه حاجه اغسل بيها ذنوبي وابعد عن الناس. هل الجروبات اللي بتتكلم عليها ديت يعني موجوده في اماكن كثيره؟ موجوده في كل حته حضرتك. انا شفت مراكز مهوله، مش ممكن يعني اتخيل ان هما كده اصلا. ازاي يعني؟ يعني كل مهنه فيها وفيها حضرتك. يعني انا في كل المهن شفت في كل سلك، وشفت في كل منطقه حكوميه، يعني مش عايز افسر بالظبط. شفت الناس مستواها عالي جدا ومصابه ومريضه بالموضوع ده، وعلى شرط اللي الناس ما تعرفش، وفي اللي بيعرف معلش احتراما للمركز والماده، ف عادي ما فيش مشاكل. يعني ممكن الجروبات دي بتجمع مجموعات مختلفة من الناس من طبعاً. أنماط مختلفة، من مهن مختلفة، والمهن مختلفة ومراكز يعني كمان. مش مراكز ايه يعني؟ ناس مسؤولة. بتجمعها جروبات ديت؟ بتجمعها جروبات. انت بتشتغل؟ اه موظف حكومي. انت موظف حكومه؟ بس هل زملائك في العمل يعرفوا؟ لا ده هم لما عرفوا بالفيروس بس المعامله اتغيرت، وانا كنت يعني انا قعدت 1 سنة شغال وعادي، فما ابتديت اتعب بقيت اعمل جوابات وكده واكشفه. لما عرفوا المعامله اتغيرت فحاولت انزل تاني، لقيت نفسي هتعب اكتر. حتى ما رحت الدكتور الشغل بيقول لي انت خدت على المرض؟ قلت له لا مش موضوع مرضي، بس هم معاملتهم هم مش عايزيني معاهم يعني. فانا مش عايز، مش عارف اشتغل اصلا. انا بتمنى ان انا انزل شغل، نفسي انزل شغل. انا حسيت ان انا بموت اكتر، مش بموت بالتعب، مت من معاملتهم، مت من قعده البيت، مت من حاجات كتير يعني. هو انت يعني تم اغتصابك وانت عندك 5 سنوات، عندك النهارده 37 سنة، 32 سنة
مريض بمرض الشذوذ الجنسي ما فكرتش تتعالج ولا مرة؟ أولاً هتعالج فين؟ عند مين حضرتك؟ يعني أروح لدكتور إيه؟ جراح ولا نفسي ولا أروح لدكتور؟ أنا شفت ناس حاولت وراحت لدكاترة نفسيين واستمروا على جلسات وبعد كده رجعوا تاني نفس الموضوع، يا بطلوا فترة في الأول ورجعوا تاني. طب أنتوا استفدتوا من العلاج؟ قال لك يعني في الأول أو فمش هروح أكشف إيه؟ وسمعت إن في عمليات للموضوع ده بس عمري ما شفت حد عملها طبعاً. هل سألت؟ كنت أول واحد. هل سألت؟ لا حضرتك أنت عارف إن مجتمعنا مش ممكن، هروح أسأل طبعاً. هسأل فين وأقول لهم إيه؟ أسرتك تعرف إنك أنت كده؟ يعني ما أعرف مؤخرا، يعني هما في الأول لما اكتشفوا الموضوع ده ما ابعد عن الموضوع دوت مش ابعد وكده. كنت طفل 5 سنين برضو، ما يعني بالنسبة لهم مش عايزين يفتحوا وداني أكتر للكلام ده. أنا بتكلم على سن بعد 5 سنين بقى، سن البلوغ وسن المراهقة وسن الشباب. لا يمكن هما يعني قريب قوي لما اكتشفوا الموضوع، يعني الشلة اللي بقول لحضرتك عليها دول يعني يمكن لما ترددوا كده وشافوهم وعرفوا الموضوع بقى كل كلامهم، طب صلي، طب التزم، طب مش عارف ايه، طب ربنا يكرمك تطلع عمره، طب مش كده يعني. هل الشلة اللي دي برضو عندهم ايدز برضو؟ مش كلهم، وفي اللي عندهم ما بيقولش لان في ناس بتنتقم. بتنتقم؟ بتنتقم. بتنتقم؟ اه. ازاي؟ بيقول لك زي ما تأذيت هأذي اي حد يقف سكتي، ما بيستحرموش. لك انا بدل ما اتصدت اذيت اي حد هيقف سكتي ده هأذيه. نعرف ناس منهم ليه انت قلت وليه بتقول وليه ما ولقيت عامل، واي حد يقف سكتك اذيه واي حد ما اقدرش طبعا يعني. ففي ناس كتير عندها وما بتقولش، في ناس عندها كتير وما تعرفش. انا لما رحت التحاليل ورحت المستشفيات فوجئت ان كل ده عنده. انا كنت بسمع عنه الاول، ما اعرفش ان عندنا عدد مصاب بالكم ده. ده اللي مسجل في مستشفى حكومه معهوش غير اللي معاه وبيجيب العلاج من خارج وما بيقولش لحد عشان الوضع الاجتماعي وكده. لكن تفتكر بدو انك انت مختلط باوساط الشواذ جنسيا، هل النسبه عندنا قليله متوسطه مرتفعه؟ حضرتك انا اختلطت 2 شهر بالظبط كرهت الدنيا، حسيت ان هم كتير جدا. انا يمكن في 37 سنة او كنت بتعامل بالشذوذ الجنسي بس كان في حدود وكده. الفتره 2 3 ديت شفت اعداد لا تحصى ولا تعد، ومعلش سوري يعني ما شفتش ناس عندها كمه البجاحه دي يعني. على الاقل ابتليته في الستاتر بس انا ما شفتش كده. انا فوق بناس لابسه ميك اب، ناس حاطه بورك، ناس عامله حفلات، شفت دنيا غريبه قوي يعني. يعني مش مجتمع شرقي اصلا انا شفته. كنت اول مره في حياتي بعد العمر ده كله اعرف ان الدنيا كده يعني. وبعدين حضرتك دلوقتي لو هتدور هتلاقي النسبه في المدارس الابتدائي والاعدادي اكتر، دي النسبه الكبيره يعني. ليه؟ يعني اطفال معظمهم اللي طالعين وهم اللي بيطلبوا دلوقتي الحاجات دي، فالنسبه بقت فظيعه يعني. مش عارف.